ما تقول الإخوان فازوا الوالا، وأنا هضر على راسي. أنا دابا الخوت تيقولوا أنا من الوالا، ولكن شنو درت؟ يعلم الله سبحانه وتعالى الغصة والحرقة اللي في القلب ديالي على ما فرطت في جنب الله، وعلى ما فرطت في هذه الجماعة. كنتذكر أنهم اللي كنت في هذه الأحوال اللي حكيت للإخوان، صلى الله سبحانه وتعالى يعافيني منها ويعافي الأمة كلها منها، كنت نقول غير نخرج من هذه الحالة غير نبرا، راه ما عرفتش شنو ندير. الجبل ندكها، ما عرفتش شنو غادي ندير. هني غادي ندير شي حاجة اللي ما عرفتش، ما تصورهاش العقل. ولكن مشى داك الشيء ومازال ما جاوزني الله، خرجنا من الكسل ديالنا والعجز ديالنا. فالإخوة اللي مطلوب لنا جميعا للي ولا ولا حتى شي واحد، راه ما فاز وسبق وخرج. كنا على قدم المساواة في الصحبة ديال السيدي عبد السلام، والنفع الأكبر اللي نستندوه من الصحبة ديال السيدي عبد السلام بجوج ديال الأمور: طاعتك لربك ودعوتك لعباد ربك. هذا هو جوج أمور بسيطة جدا، ما تفعله من طاعة ومن قرب إلى الله سبحانه وتعالى في عبادتك، في إحسانك، في ذكرك، في أخلاقك مع المؤمنين، في 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 إلى آخره، ثم الدعوة ديال خلق الله إلى الله سبحانه وتعالى. فإن تقول مدد الشيخ في ورده، هذا لا يبارك يطلع الإخوان يكونوا سمعوا مرارا، مدد الشيخ في ورده. مدد الشيخ أي شيخ يكون في الأوراد اللي أعطاك، تذكر كذا كذا كذا، كتستمد من الروحانية ديالو. سيدي عبد السلام المدد ديالو في ورده، شنو هو الورد ديالو؟ ورد ديال سيدي عبد السلام هو المنهاج النبوي كامل. معناه كاين الورد اللي هو اساسا ذكر الله سبحانه وتعالى والصلاه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والقران والقيام والاعمال ديال البر والفرضيه، وكاين الورد الاخر، الورد السياسي، الورد الحركي الدعوي، الورد الاجتماعي، الورد الاقتصادي، الورد العملي اللي في الميدان، الورد العلمي، وهكذا. فهي اوراد واوراد واوراد، وعلى قدر الاخذ ديالنا من هذه الاوراد من السنه ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلها كيكون الاستمداد. صافي هذا يعني ما كاينش شي واحد سبق وشي واحد زعما راه لا، بالعكس بالعكس، هادو الان اللي جاوا وهادو اللي جايين لعل الفضل اللي يعطيهم الله سبحانه وتعالى اكبر بكثير من هذوك اللي سبقوا. ونسال الله سبحانه وتعالى يجزل العطاء للجميع. قال استي فاتسي قديك تيش نطلب اي نعم، وهذا النصيحة وهذا كنظن هذه راه مشروك هذه المسألة ديال طاعة لله سبحانه وتعالى، ونعرفوا أن هذا المدد الذي نستمده من صحبة سيدنا عبد السلام على قدر ما نعمل وعلى قدر ما نفعل في أنفسنا وفي أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل استمداد في كل بساطة. الله سبحانه وتعالى عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال حديث في روايتين، وحديثان في الحقيقة: لا يزال الله يغرس في الإسلام غرسا يستعملهم في طاعته. وكاين الحديث الآخر: لا يزال الله يغرس في الإسلام غرسا يستعملهم في دعوته. إذن فهذا الاستعمال كلش من عند الله سبحانه وتعالى، الإنسان غير يفتخر الله عز وجل يعطيه الله سبحانه وتعالى. هذا الاستعمال في ديال الإنسان نفسه توفيق من الله سبحانه وتعالى والتسديد في الطاعة وفي الدعوة هو الفضل كله. يجتهد الإنسان في أوراده، يحاول ما أمكن يفرغ القلب دياله لله سبحانه وتعالى، يكون عبد الله سبحانه وتعالى. النصيحة الوحيدة في كلمة واحدة: كن لله، كن لله، ينبغي أن نكون لله عز وجل. كيش شتت مش تشتت الإنسان. خطو إلى الله في قلبك كي تقول زعف القدر الجيلاني، خطو إلى الله في قلبك خطوة، اخطو إلى الله في قلبك خطوة. معنى مش يخطو الإنسان أساسا إلى الله في قلبه خطوة، خصو كون هذا القلب حي. وماش غادي يحيي القلب؟ ذكر الله سبحانه وتعالى. فإلا ما كانش ذكر الله عز وجل، إلا ما كانش أخلاق ديال اللطف وديال اللين ديال الرحمة مع خلق الله كلهم، مع كل خلق الله، لا المرأة اللي في الدار، ولا الوالدين أساسا، ولا الإخوان ديالك، إذا ما كانش هذا الشيء، هذا وخا يكون الذكر وخا يكون الحركة وخا يكون الدعوة،
كل عمل ناقص. حيث هذا الشيء كله يجمع الاتباع الكامل لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، الله يرحمنا برحمته.